تحت عنوان تدبير الردود بين التخدير والإنعاش، وتحت رعاية الدكتور عاطف النداف وزير التعليم العالي، بدأت فعاليات الملتقى الأول لقسم التخدير والإنعاش في كلية الطب البشرية بحضور العديد من الدكاترة والأساتذة المختصين على مدرج الكلية. وتدور محاور الملتقى حول دور التخدير في تدبير الأولويات الرضية المختلفة والعناية المشددة بمريض الأذيات الرضية وبروتوكول الإنعاش القلبي الرئوي، وأيضا تدبير وتسكين الألم عند مرضى الأذيات الرضية والمقاربة النفسية لمريض الردود في العناية المشددة، وكيفية تدبير الأذيات بالسموم الكيماوي والغازات السامة المستنشقة، وخبرة فنيي التخدير في تدبير الأذيات الرضية. هذا ملتقى مهم جدا، وخاصة بالظروف اللي عم نعيشها، وعملية الاختصاص تخدير الإنعاش هو من أهم الاختصاصات لدوره الأولي، وخاصة بعملية الإنعاش للحفاظ على حياة المريض. وكان للاختصاص كما الاختصاصات الطبية الثانية دور مهم في مشافينا، وخاصة في هذه الحرب الظالمة على سوريا. اثنين، بيجي دور هذا المؤتمر رد على من أراد أن يعيدنا آلاف من السنين إلى الجهل وإلى التخلف، فهذا رد فعل حقيقي على هذه الحرب الظالمة، أنه سوريا بخير، سوريا منتصرة، سوريا هي أم العلم، وهي اللي عطت الحضارة للعالم بأجمعه، والدليل على ذلك هو المشاركة الكبيرة من مختلف دول العالم، مثل ما لاحظتوا من ألمانيا، من الدول العربية، من دول أخرى في هذا المنطقة. نحن كعمادة كلية الطب كنا مشجعين جدا، وأنا شخصيا أشجع جدا على إقامة المؤتمرات في كلية الطب. هو بالأصل كان مخطط أن لا يقام في كلية الطب، بس ولكن كلية الطب هي نبع العلم، نبع العطاء، لذلك أصريت أنه أن يكون المؤتمر في كلية الطب، وجهزنا كل ما هو لازم، وتم تجهيز كل ما هو لازم لإنجاح هذا المؤتمر. هناك ضيوف كثيرين، وكما تعلمون العلم يأتي بعدة أبواب، ومن أشكال التعليم هو المؤتمرات. إن مشاركة هامات كبيرة بعلم التخدير بهذا المؤتمر حتما سينقلون خبراتهم إلى أطبائنا وإلى طلابنا، وهذا سينعكس حتما إيجابيا على بناء أطبائنا بأحسن أشكاله، وبناء جيل متعلم مثقف واعي متسلح بالعلم، وهذا حتما سينعكس إيجابيا على مرضانا. وكم هي سوريا حاليا بحاجة إلى أطباء متعلمين وشرفاء لمعالجة مرضى هذا البلد الحبيب. من اسم الملتقى يكفي طبعا يعبر ككلمة بأنه لقاء علمي واجتماعي، لقاء للخبرات الأجنبية والعربية والوطنية بمختلف مشافي الوزارات بلدنا الحبيب، لتناول موضوع الردود وتبادل الخبرات المكتسبة بتدبير هذه الردود، وإلقاء الضوء على دور طبيب التخدير في هذه الأزمة. كما نظم الملتقى ورشتي عمل للعناية المشددة وتدبير الألم، ومعرضا للأدوية والتجهيزات الطبية.